أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم التشقير في الحواجب ورسم العين؟ هذا من العبث ومن تغيير خلق الله. الحواجب تترك كما خلقها الله وهي جميلة ولله الحمد، جمال للإنسان، فلا يتدخل فيها الإنسان، لا تتدخل المرأة في الحواجب بالنمص ولا بالقص ولا بالصبغ ولا غير ذلك، تتركها كما هي كما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا تتشبه بالنساء الكافرات أو الفاسقات وتعبث بحواجبها.